مرحبا يا أطفال، اليوم سنقوم بتقويم أو باختبار المرحلة الثانية. ما معنى المرحلة الثانية؟ بمعنى سيكون الاختبار حول الخطوط المائلة والخطوط المنكسرة. الاختبار الأول كان بخصوص الخطوط العمودية والأفقية، وهذا سيكون المرحلة الثانية بعدما علمنا ما معنى الخطوط المنكسرة وما معنى الخطوط المائلة. أحسنتم يا أطفال، وشكرا على حسن متابعتكم لي. الآن يقول السؤال الأول: أتتبع ما هو منقط ثم ألون بما يناسب؟ أتتبع ما هو منقط، معناتها نتبع النقاط هذه كل، ثم ألون بما يناسب. ومن بعد تلونوا الأقلام الثلاثة هذوما كيما تحبوا انتوما. احنا أول حاجة باش نعملوها هي أنه احنا باش نتبعوا أحسنتم، سنتبع النقاط أو الخطوط المتقطعة باش نتبعوا لين نتحصلوا عن الأقلام كاملة. كما قاعدين نشوفوا توا، النقاط هي متكونة من مجموعة خطوط. ما تسمى هذا الخط؟ ماذا يسمى هذا الخط يا أطفال؟ نعم أحسنتم، يسمى الخط المائل. هذه تعتبر خطوط مائلة. لقد نجحتم يا أطفال. الآن سنقوم برسم القلم الثاني. أكيد نحن الآن نرسم خطوطا. ما اسم هذه الخطوط؟ نعم خطوط مائلة. انظروا كيف أرسم الخطوط، أنا لا أخرج عن الخط يا أطفال. عليكم إذن بتتبعي وعدم الخروج عن الخط. لم يتبقى سوى قلم أخير هكذا، وتبقت الجهة الأخرى. أنا أتتبع النقاط المتقطعة بكل انتباه. كل ما عليكم أنتم أن تقوموا أيضا بتتبع الخطوط المتقطعة بانتباه. لقد أكملنا الآن هذا أو الجزء الأول من هذا التمرين. ما تبقى لدينا هو التلوين. أحسنتم، سأترك لكم حرية التلوين واختيار الألوان. سنرى من ستكون أقلامه أحلى، أقلامي أم أقلامكم؟ أنا الآن يا أطفال قمت بإكمال التلوين. انظروا ما أجمل أقلامي، لدي قلم أزرق وقلم أحمر وقلم أخضر. أحسنتم، يا ترى ما هي ألوان أقلامكم أنتم أيضا؟ أظن أنها أقلام ألوانها جميلة مثل أقلامي بالضبط. أحسنتم يا أطفال، أنا فخورة بكم كثيرا يا أطفالي. الآن سننتقل إلى التمرين الموالي. ماذا يقول هذا التمرين؟ أكمل رسم طريق النحلة. أكمل رسم طريق النحلة. أين النحلة يا أطفال؟ ها هي النحلة، وهاته هي أزهار. إذن سنساعد النحلة في امتصاص الرحيق من كامل الأزهار. هو في بدء الأمر أعطانا لهنا خط المنكسر الأول، ثم أعطانا الخط المتقطع باش احنا نتبع الخط المتقطع كيما هكا، وبعد خلينا وحدنا يلزمنا نكملو لانو احنا عرفنا اش معناتها الخطوط المنكسرة ويلزمنا نكملوها وحدنا. نمشي وهكا نوصلو كيما الزهرة كيما لهنا وهنا، ونعاودو نطلعو ونعاودو نهبطو هكا للزهرة. هذيك النحلة تطلع لفوق توصل لهنا تمتص الرحيق، ومن بعد تطير 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 تعاود تهبط تمتص الرحيق متاع هذي، ومن بعد نحلتي تطلع 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 تطلع، أو لقات زهرة أخرى تعاود تهبط
للزهرة الأخرى، وهكا نكون كملت التمرين متاعي بنجاح. توا باش ننتقلوا للتمرين اللي بعده. أطفالي الأعزاء، هذا التمرين شنو باش يقول لنا؟ قال أتتبعوا ما هو منقط، أتتبعوا ما هو منقط، سأتتبع كل شيء منقط. هذه حيوانات، هل الحيوانات هي المنقطة؟ لا، أحسنتم، وإنما ما يحول حول الحيوانات هو المتقطع. أحسنتم، علينا باتباع هذه الخطوط المتقطعة. نبدأ هكذا. أحسنتم يا أطفال، وهكذا أغلقوا على عصفور جميل كي لا يهرب. أغلقت عن الأول، الثاني علي بالإغلاق لكي لا يطير. لم يتبقى لدي سوى العصفور الثالث. أحسنتم، هكذا يكون العمل الجيد. أحسنتم، لقد أنهينا الخطوط. سننتقل إلى الخطوط الموالية. هذه عصافير أخرى، هذه عصافير زرقاء وهذه عصافير صفراء. هذا العصفور لديه جناحان ورديان، وهذا العصفور لديه جناحان أخضران. سنتتبع الخطوط كما هو مبين لدينا في الصورة. أحسنتم يا أطفال، أنتم تجيدون التتبع، لقد أكملنا، فلنكمل بقية التتبع النقاط أو الخطوط المتقطعة لنكون قد أنهينا التمرين بنجاح. كل ما علينا أنه نتبع السهم متاعنا منين يبدأ ونبدأ أحنا معاه كما قاعدة أنا نعمل توا بالضبط. لم نشمل ما زلنا كان السلحفات. الأولى قمت بالإغلاق، نعم تتبعت الخطوط. سأقوم بتتبع الخطوط بالنسبة للسلحفات الثانية. أحسنتم، هكذا أكون أكملت تماريني بنجاح. أحسنتم أنتم يا أطفال، إذن حصة اليوم انتهت، سننتقل إلى الدرس الموالي. أحسنتم يا أطفال، إلى اللقاء.